السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن القاتل الحقيقي لصالح جازي، مين اللي عمل كده وإيه الدوافع اللي خليته يعمل كده، ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. الموضوع باختصار، صالح جازي بنت مصرية كانت محجبة عادي جدا واتلمت على شلة الأنس أمثال سيد القمني ونوال السعداوي وميزو إسلام بحيري وغيرهم، ومن وقتها وحالها اتقلب تماما، قلعت الحجاب طبعا، وبعدها رفعت علم الشواذ في حفلة غنائية اتقبض عليها وخرجت سافرت كندا وعملت لجوء هناك، وبدأت بقى تنحدر بصورة سريعة جدا ناحية الشذوذ، فبدل من رفع العلم وإظهار إنها متعاطفة مع الشواذ أعلنت إنها بتميل جنسيا للمثقفات، وانحدرت ناحية الإلحاد والإساءة لله سبحانه وتعالى بصورة مقززة. احنا عرضنا الموضوع ده قبل كده في فيديو ممكن تشوفه على القناة، ووصل بيها الأمر في النهاية للانتحار. ويبقى السؤال، مين اللي وصلها للمرحلة دي وإيه هدفه؟ في الحقيقة انت لو تتبعت الموضوع من الأول لازم تشوف مين الناس اللي اقتدت بيهم صالح جازي، والناس اللي كانت بتقرأ ليهم وبتسمع ليهم وبتتابعهم وتشوفهم وتتصور معهم. يعني مثلا بتقرأ لنوال السعداوي، واحنا قلنا ان صالح جازي رفعت علم الشواذ، طب تعالوا نشوف رأي نوال السعداوي على الشواذ جنسيا سواء الرجل او المرأة ايه. هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل او امرأة وامرأة؟ مش انا اللي امانع، لا بس حضرتك رأي شخصي. انا شخصيا ما حصليش، يعني انا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية. لا بالنسبة للآخرين لكن الآخرين هم أحرار، انا لا امانع، انا لي اصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس، كل واحد حر. هي دي نوال السعداوي اللي ورا شذوذ صالح جازي، وبعض شبابنا بيقرأ ليها وشايفها قدوة، دي اللي كانت بتقرأ ليها صالح جازي وغيرها، طبيعي جدا يكون عندها مش بس شذوذ فكري، لا وكمان شذوذ جنسي. وطبعا ده نقطة في بحر كلام السعداوي، واللي زيها في الامور دي هتتصدم فعليا لما تسمعه وتعرفه. تعالوا نشوف مثلا وهي بتقول: كل ما اريد هو ان احاجج الرب كما حاججه سيدنا ايوب، عندي من الصبر ما كان عنده ويزيد. الله، والله كلام جميل جميل طبعا. وقلت من ضمن الكلام اللي كانت بتقوله صالح جازي انها كانت عايزة تعمل انقلاب على الله سبحانه وتعالى، ونوال السعداوي هنا بتقول انها تحاجج الله، دي اتكلمت بالفاظ ودي اتكلمت بالفاظ، لكن الاتنين نفس الفكرة. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بنشوف اول الخطوة اخره، او بنشوف السبب الرئيسي وراء انتحار واحدة كانت من اسرة بسيطة وفجأة تخلع الحجاب وتقرأ في كتب قاسم امين والفيمينيست وغيرهم، وانتهت بقراءة كتب نوال السعداوي وبعدها بدأت تتصور مع سيد القمن وميزو. طب يا ترى ايه الاراء اللي بيقولها بقى سيد القمن وميزو؟ خلينا نمسك سيد القمن كمثال، كان من اهم اسباب تحول صالح جازي لما تحولت اليه، واحنا هنا مش بنتكلم طبعا عن صالح جازي كحالة فردية، لكن بنتكلم عنها كنموذج، واللي هنعمله دلوقتي زي اللي عملناه قبل كده مع نوال السعداوي، لما عملنا زي مقابلة ما بين كلام صالح جازي وما بين كلام نوال السعداوي. فهنبدأ دلوقتي بمقابلة كلام صالح جازي وسيد القمن. لم تصرح صالح جازي بإلحادها صراحة علنا، لكن كانت بتستهزئ بالله سبحانه وتعالى، وكان في تعليق بقرأه كتير كذا حد كتبه على الحلقة الأولى إن الكلام اللي بتقوله صالح جازي عن الله سبحانه وتعالى الشيطان نفسه ما قالوش، زي مثلا انها بتقول انها عايزه تقول لربنا انه لم يقم بدوره، وانها تعمل انقلاب على الله سبحانه وتعالى في السماء، وان هم ينتحروا يعني انتحار جماعي ويعملوا انقلاب، وده تقريبا اللي عمله سيد القمني وكلامه عن الله سبحانه وتعالى نفس الفكر. والكلام ده احنا عرضناه قبل كده في حلقه من حلقات برنامج قرار ازاله، وقلنا ان القمني لما بيخرج على قنوات مصريه بيطلع الى حد ما بيتكلمش قوي عن الالحاد بصريح العباره، او ان هو ضد الدين، لكن لما ظهر مع واحد ملحد بيصرح بالحاده، والقناه عموما قناه ملحدين. بالظبط، انا قاعد مع اولادي، الاعلام الخاص انتوا ولاد الحقيقيين، وانا في دعشت وشفت اليوم ده، انت فاكر ان انا قلبي مليان سعاده بظهوركم وقولكم، بغض النظر بقى اصل انا مسلم وانت ملحد، خد بالك. دي مصر عليها انا بالمناسبه يعني. انا عندي ثلاث بنات لمؤاخذه يعني. واخد بالك ازاي؟ وانت طالع هنا شفت جيراني؟ كل دقن ودقن قد كده. اما اكون قاعد بقى في القاهره والناس وراجع 2 بالليل واقول كلام وانا ملحد وده جاري وده جاري وده جاري. ويزعلوا منك مثلا، مش يزعلوا. موقف الموضوع هيبقى اكتر من كده. يعني فبالتالي يا ابني حبيبي انتم يعني انا هموت مرتاح. ليه؟ انا نبت طلع مني نباتات خلاص.
ظهر بيستهزئ بقى بالإسلام وظهر بيصرح بصريح العبارة يعني بإلحاده. وأنا من موقعي هذا أتمنى أن أي محامي يقدم الفيديوهات دي للنائب العام، لأن الكلام ده فعلا اتقال وهو جوه مصر، وساد القمن إلى الآن وهو جوه مصر. ولو أي محامي قدم بلاغ للنائب العام إن شاء الله هيتم إصدار أمر بالقبض عليه، لأنه استهزاء صريح بالله سبحانه وتعالى وازدراء للأديان كلها وخصوصا الإسلام. وبسبب كلامه ده بقى موجود بعض الأفراد الملحدين واللي بينتهي بهم الأمر بالانتحار. تعالوا نشوف استهزاء القمني بالله سبحانه وتعالى، وبنعتذر عن قبح كلامه وطريقته. اللي انت سمعته من كلام صرح جازي عن الله سبحانه وتعالى في الحلقة اللي فاتت اللي جاي أسوأ 1000 مرة. فأنا بعتذر على تشغيل الفيديوهات دي، لكن فعلا دول اللي المفروض فعلا يتحكموا. هو ربنا على رأي الملحد الفطري، راجل ملحد فطري ما له قراش مش طالب حد، فقال مش زقزي قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي والله يا بيه المسألة دي حلها بسيط خالص. هو مؤمن ان في اله وبتاع، لكن هو معترض على الموضوع كله، والنبوات والمسيح معترض على الموضوع ده. قال لك ربنا يحل المشكلة بسهولة. يعني انا قاعدين نتخانق، هو المسيح اللي اله ولا اله الاسلام هو اللي اله ولا يهوى هو اللي اله، وبنموت بعض. طب ما ربنا بدل كده هو بيقوم المغربية يفتح المخازن بتاع اللمض بتاعته ويعلقها في السماء ويرصها عشان تنور بالليل، ويقوم الفجرية يلم اللمض ويروح يحطها في المخزن. ده الراجل فطري بيقولها بالاسلوب. الحل بسيط خالص، بدل ما تقعد تعملها كده وترميها وتمطورها، رصه اكتب انا الله يا ولاد الكلب يا جزم، وانا رب الاسلام يا جزم يا ولاد الكلب اؤمنوا بي. كله ايوه خلص الموضوع مثلا. وان سالت فاسال الله، وان استعنت استعن بالله. طب استعين بيه ازاي؟ ان الله يستجيب لدعوه المظلوم ويعلقها ما اعرفش فين في اني سماء من السماوات، واخد بالك، ويرد عليه رب العزه والجلاله والله لانصرنك ولو بعد حين. يا عم انت ربنا وقادر وكل حاجه وقادر تنصرني، ما تنصرني دلوقتي تنصرني بعد حين ليه؟ هو ما هو هنا لو استخدم عقله هيسال السؤال ده. مش انت قادر وشايفني مظلوم وانت الاله، طب انصرني دلوقتي ايه بعد حين دي بقى؟ لما تتحسن ظروفك ولا ما تتحسن ظروفي انا لوحدي فاقول لك شكرا؟ هناك اسئله بسيطه. ليه؟ لانه قرر الا يعمل عقله. انا ساعات بتساءل كيف يستطيع الانسان ان يؤمن بالامر لا يستطيع التواصل معه، او التواصل دايما من طرف واحد يعني، ومفيش اجابه من الطرف الثاني في اي حاجه. يعني ان تعيش تكلم نفسك في مراه وتعتقد ان المراه هي اللي مسيطره على حياتك ودنيتك وتفكيرك، هذا نوع من هذا الشيء يشير إلى حالة خوف أو رعب من مجرد التفكير. يا عمي الدين في الكنيسة، الدين في الجامعة، ما تخرجوش بره المكانين دول خالص. الدين لا ينفع مصدر للمعرفة ولا ينفع لتسهيل الحياة للإنسان ولا قدم أي خدمة واحدة. حد يقول لي خدمة واحدة قدمها الدين للبشرية؟ هي دي المسألة. بس يا ابن حبيبي هذا ما جاز لنا قوله، والحمد للقدر الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، والحمد للجين أنه منحنا ما لا يملكه غيرنا. شكرا. اللي أنا عايز أقوله إن الكلام اللي إحنا سمعناه ده، أولا أنا بعتذر تاني مرة إن إحنا بنشغله، لكن الفيديوهات دي اتقالت وهو جوه مصر، وقناة على اليوتيوب معروفة، والفيديوهات عندنا. اللي عايز الفيديوهات بدون تقطيع نقدر نبعتها لو أي محامي يعني عايز ياخد خطوات قانونية. الكلام اللي هو قاله ده بطبيعة الوضع يعني كده يعاقب عليه القانون. عايزين تحرك فعلا، لان ما ينفعش نسكت على الكلام ده. احنا طبعا جبنا الفيديوهات دي كلها في حلقه من برنامج قرار ازاله وعلقنا عليها، تقدروا ترجعوا لها، وانا ان شاء الله بحطها في التعليقات، واي محامي يقدر يتواصل معنا وياخد الفيديوهات دي وهي منشوره على النت. وخلي بالكم من نقطه مهمه جدا، اللي احنا سمعناه ده بيجيبوه في الاعلام على ان هو مفكر اسلامي، وده بيتقدم بقى على ان هو بيدافع بقى عن الاسلام. احنا اللي بندافع عن الاسلام يا استاذ، احنا اللي بندافع عن حقوق المواطنين مش ربنا، احنا اللي بندافع عن وطن جميل، احنا اللي بندافع عن مستقبل عايزين ولادنا يدخلوه، احنا اللي بندافع عن اسلام مستنير. والناس الوحشين اللي قدامه ده لا، دول اللي هو بيرد عليهم، يعني ده الحلو والتانيين هم اللي وحشين. وهو برضو نفسه اللي كان بيستهزئ بالجنه عند المسلمين استهزاء صريح. هو اصبح
المسلم خاصة في مصر عنده حالة توحد بالإله، متوحد بيه. ده هو اللي هيحميه، وهو اللي هيقومه يوم القيامة، وهو اللي هيرجع له الظلم اللي حصل له، وهو اللي هيدخله الجنة، وهو اللي هيخليه ينط على النسوان في الجنة، وهو اللي هيخليه يشرب الخمر العظيم بتاع الجنة، وهو اللي هيخليه. وبعدين حكاية يعني تعالوا واحد والاخر ياخد كوز كده معاه نهر الخمر كده ونهر العسل كده، يشرب خمرة ويشرب عسل فيرجع. يعني حتى مش مظبوطين مع بعض يعني المفروض هنا نهر خمر هنا نهر مخلل وبتاع وكده يعني. لا حلو، حلو شاجي من بناء ولا حاجه يكون موجود برضه يقدم لي. اللي احنا عايزين نوصل له ان واحد بالمنظر ده طبيعي يكون نتاج اللي بيتابعوه يوصل لمرحله زي صلاح جازي، واكتر من كده واحد كاره لاي شيء في الدين، واحد بيستهزئ بالله سبحانه وتعالى بالطريقه دي. انا والله اتمنى اي محامي سواء على صفحتي او على صفحه برنامج قرار ازاله، اي محامي يتواصل معانا والله، والفيديوهات دي موجوده يا اخوانا، يعني احنا عايزين بس حد يغار على دينه شويه. الفيديوهات دي كلها موجوده، وصرح جازي نتاج للي هم عملوه، كانت دايما بتنشر على حسابها وهي بتجيب خمور وبتشرب بيره وغيره، وده طبعا على حسابها الرسمي. ولو رجعنا لسيد القمن هنلاقيه هو نفسه هو شايف ان الخمر والحشيش شيء جميل. ننزل زي المصريين زي ما ممكن يزور الشوارع فؤاد وعدلي وبتاع، ويقفوا في الشوارع يحتفلوا ويشربوا بيره ويهيصوا ويفرحوا وبتاع، نعمل كرنفال. ده اتلغى، كان عندنا الموالد بتعوضنا عن ده. اللي بيضرب البومب اللي على السلك بالرش واللي بيصلي واللي بيذكر واللي بيصلي في المسجد واللي واقف قاعد على الارض وهو فيه ترابيزه كده طبليه وبيره وبتاع ومعرفش ايه وكده، ولا مؤاخذه اللي بيحشش وكل ده في مولد الوالي، ولازم تزور الوالي وتقرا الفاتحه وتلف حواليه وكده وتحط ايدك على شباك وتدعي للناس وتطلع تشرب بيره، مفيش مشاكل، محدش زعلان من حد. هو ده هدفهم، عيشه بهائميه، شرب حشيش وبيره ورقص. وشفتوا ازاي بيتحسر على الايام دي؟ هو ده هدفهم، هي دي البيئه اللي بينشطوا فيها، زي الخنافس كده بيحبوا الزباله طبعا يتغذوا عليها. لما حد يوصل لكل الكلام ده طبيعي جدا يتحسر على حاله، وده بينم على العقد النفسية اللي عندهم. هم مش مؤمنين بالآخرة ولا قادرين يخلوا الدنيا جنة، لأنهم ما بيتحكموش في أقدارهم، فبيرتكبوا كل المحرمات عسى أنهم يجدوا ضلتهم ويجدوا النعيم اللي بيدوروا عليه لكن بلا جدوى. وطبيعي لو حد مشي وراه يوصل للانتحار والموت بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. أمثال سيد القمني ونوال السعداوي وغيرهم هم فعلا القاتل الحقيقي اللي كان بسببه انتحرت صلاح جازي، بغض النظر عن كلامها هي عن الله سبحانه وتعالى، لكن حقيقي هم السبب. الناس دي لسه قاعدين جوه مصر، ليه كلامهم مش بيتحكموا عليه؟ ليه كلام سيد القمني ده ما يتخدش ضده تحرك قانوني؟ الموضوع بسيط جدا، أي محامي يقدر يعمله. الناس دي لازم تتحاكم عشان الناس كلها تعرف ان اللي بيدعوا للإلحاد بتبقى دي اخرتهم. وفي سؤال ممكن اي حد يسأله، ليه صلاح جازي تحولت لكده؟ اي انسان بيبحث عن الشهوة ولو وصل لأقصى شيء في الشهوة فخلاص كده الموضوع انتهى. بعد ما الانسان عمل كل شهواته ايه اللي بعد كده هيكون هيعمله؟ الملحدين ما عندهمش جنة ولا بيعتقدوا بيها، بيعتقدوا انه كل شيء يقدروا ياخدوها ياخدوه في الدنيا بس، ومفيش اخره ولا قيامه. فلو وصل انسان لشهوته خلاص هو كده مش حاسس ان هو عايز حاجه تاني، هي دي نهايته. لكن المسلم مؤمن ان الدنيا مش جنه، الدنيا دنيا والجنه هي اللي هتكون في الاخره فقط. فالمسلم مؤمن انه مش لازم يوصل لكل شهواته في الدنيا، لانه ان شاء الله هيكون في جنه وهيوصل لكل اللي هو عايزه. ولذلك فالمسلم مؤمن ان الحياه بيد الله سبحانه وتعالى، وان الانتحار حرام، وان الدنيا دار شقاء مش نازل فيها يتنعم ويعمل اللي هو عايزه. ولذلك فهو بيصبر على الاذى وهو مؤمن بداخله انه ان شاء الله سيكون في الجنه. لكن الحقيقه الملحد عايز يعمل كل حاجه في دنيته ومش هيصبر على اي ابتلاء. عايز تشرب خمر اشربي، عايز تشرب بيره اشرب، عايز تصاحب شباب وبنات بره وتبات في الشارع اعمل. وهو ده السؤال اللي الملحد بيقف امامه ومش بيلاقي اجابه، ايه اخري؟ ايه اخري؟ وصلت لشهواتي ورغباتي، طب وبعدين؟ في الحقيقه ان هو بيلاقي باب الانتحار مفتوح امامه، ومفيش ولا حرام ولا حلال
وهوب ينتحر بدون اي خوف. ولذلك فكل الدراسات اللي اتكلمت عن الانتحار قالت ان ظاهرة الانتحار منتشرة بين الملحدين اكتر من انتشارها بين المتدينين، زي دراسة لمؤسسة جالوب في 2008، والدراسة بتقول انخفاض معدلات الانتحار في البلدان الاكثر دينا او تدينا. واكدت الدراسة ان الاستطلاعات لعامي 2005 و2006 تظهر ان الدول الاكثر تدينا تميل الى انخفاض معدلات الانتحار. في دين بيقول له ان دي مش الاخرة بتاعتك، ان ده مش اخرك، لسه في اخرة، ربنا هيحاسبك على صبرك على الابتلاء. وايضا دراسة تانية للبروفيسور خوسيه مانويل بروتولوت، عضو مشرف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، وهي دراسة بتتكلم عن فترة قديمة شوية، اظهرت ان اعلى نسب انتحار بين الملحدين واقل نسب انتحار بين المسلمين. وحتى منظمة الصحة العالمية اللي اتكلمت عن نسب الوفيات اظهرت ان نسب الوفيات في البلدان الاسلامية قليلة جدا بالنسبة للدول الاخرى. ولذلك خلينا نقول ان الالحاد او ترك طريق الله سبحانه وتعالى بيسبب الفراغ داخلك. مهما حاولت تظهر انك مبسوط او فرحان او سكران او بتضحك او بترقص او اي حاجة، لكن في الاخر هتفضل حاسس انك محتاج حاجة. فالالحاد اصلا بيسبب اليأس والاحباط. الالحاد فعلا عاجز ان هو يديك حل لاي مشاكل، ولا يمكن يكون هو طريقك وشريعتك. ده بعيدا عن الهيار الاخلاق اللي بيعمله الالحاد، واللي دايما بيحسسك بالخنقة والقرف والاشمئزاز لما تقعد 10 دقايق مع نفسك بس. المتهم الحقيقي في قتل صرح جازي الملحدة هي الناس اللي ودوها للطريق ده وفهموها ان الالحاد والشذوذ الفكري والجنسي هم الطريق للخلاص، لحد ما وصلت للانتحار لانها ما لقتش نهاية مع الالحاد. للأسف خلص الفيديو. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط البيتريون اسفل الفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.